كيفكم؟ اخباركم؟ Welcome back to my channel. المهم عملت لكم هذا الميك اب لوك فيه جليتر سمبل كثير حلو. بتقدروا تطلعوا فيه وين ما بدكم، يعني القرار قراركم. Anyways اذا بدكم تشوفوا كيف بعمل هذا الميك اب لوك بليز keep watching. اوكي اول شيء حستخدمه هو هذا من ميك اب فور ايفر اللي هو الستيب 1 سوذينج برايمر، وححطه على كل وجهي. جايز صار لي فترة كل ما تطلع لي حبة استخدم شغلة، وعن جد عن جد عن جد عن جد استفيد منها كتير كتير كتير، وهذا الاشي بتقدروا تلاقوه بكل الصيدليات وسعره ما بتعدى يمكن 20 درهم. هلا هذا الاشي نفعني انا، يعني ما عم بنصحكم انه تستخدموه بس جربوه، يعني بس ما دخلني ايش بصير اذا ما بهذا ايه اذا بزبط معكم ولا لا، لان انا صراحة زبط معي ويعني انا قلت افيدكم. فيوسيكورت، فيوسيكورت اللي هو اظن زي الفيوسدي، ما بدي اتفلسف يعني، بس الفيوسيكورت يعني مش بس على وجهي، يعني مرات تطلع لي هيك حبوب زنخ على ظهري بحطه جايز بروح، يعني اقل من اسبوع بخف ولا ما بخلي اثر، يعني انا هيك حسيت. حسيت الاضاءة بتتفلسف. ماشي حستخدم كونسيلر من تو فيست اسمه ابسولوتلي فلولس اللون هاني، هو كمان كم درجة اغمق ولا لا نفسهم تقريبا نفس لون بشرتي يعني. Actually speak America very best. Okay هذا الكونسيلر full cover. خير هيك الإضاءة. هستخدم هذا من Too Faced. هلا أفتح من بشرتي هذا اللون light beige، بس هخلطه مع فونديشن تاني عشان يغمق شوي. هخلطه، هذا هو الخراف. جبنا اللون. جايز كثير حلو هذا الفاونديشن يا اخي، كنت كل يوم استخدمه، مش كل يوم يعني، كان الفاونديشن كثير حلو، كان يعني الفاونديشن هو حلو يعني. ليه بطلت استخدمه؟ من كثر ما عندي فاونديشنز جايز، لازم ارجع له، كثير حلو. توتوريال بالله. ريمبر دينا؟ جايز يا اخي شو اعمل؟ انا بس عن جد اضحك من كل قلبي بشخر. فهيك مرات يا اخي لما اكون بميتينجز وهالقصص هاي، او لما اكون مع ناس هيك ما بعرفهم او هيك، يعني بحس انه اضحك ولا لا، المشكله ما بقدر اوقف ضحكتي يعني، عرفتوا؟ فخذ لك الشخره تطلع. بما انه الفاونديشن شوي فاتح حثبت الفاونديشن ببودره شوي غامقه عشان يغمق لي الفاونديشن، عشان عجبني لون الفاونديشن. حستخدم برونزر من مارك جيكوبز، هاد بجنن. كان جايز مش عارف شو مال الاضاءه اليوم، I'm very اعذروني شوي. Okay guys I'm too tan for this bronzer. هستخدم هولا برونزر شوي اغمق، بعدين هستخدم هذا البلاش كتير حلو من كيكو اللي هو ديك اللاكشن تبعهم رقم 01، وبعدين هستخدم هايلايتر من كيكو كتير حلو رقم 208. Guys هاد my favorite highlighter، عشان هو على فكرة مش هايلايتر ها؟ هو اي شادو بس الكل صار يستخدمه كإضاءة. استخدم هاي الباليت من تارت وهذا اللون على كسرة العين، وجست جاست فرشاي فلافي هيك إضاءة. إضاءة تتفلسفيش معي، ما تحطي راسك قدام فيها. اوكي وفي باليت اسمه كاردينال شيدز، هاي بنت عاملة اكونت على انستغرام ومنزلة ميك اب ليبستيكس لاشز واي شادو، نزلت اي شادو باليت كثير حلو وصراحه كثير بحب هير ليبستيكس، فقلت ادعمها. هستخدم هير باليت اللي وصلني قبل فتره، هستخدم هذا اللون اللي هون. جايز الباليت الالوان كثير واضحه، فيري 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 بيجمنتد باليت، فيه مات فيه شيمر فيه جليتر، هذا اللي عجبني انه فيه بريست جليتر، يعني الجليتر المضغوط. وهو ما احلى لون، كثير حلو، ما احلى اللون هيك burnt brown محمر مش عارفة ايش، بس كتير حلو. اوكي new favorite color، فبس هحطه برا العين وادمجه شوي شوي عند كسرة العين لجوا، وبعدين هستخدم هذا اللون. جاي مش ذهبي ولا روز جولد ولا بني، مش عارفة كيف جاي بس كتير حلو شمعي. جاي اخلطه مع اللون اللي حطيته برا شوي، وبعدين هرجع على الباليت التارت واخذ هذا البني الغامق اغمى واحد اسمه تيمبر، نفس الفرشاي وازيد على اللون اللي حطيناه عشان نغمق بزياده. كل ما احط برا برفع شوي لشوفه على كسره العين عشان ادمج كل الالوان ببعضها. بضلني ازيد لانه انا بدي اغمق اللون قد ما بقدر،
بس ما بدي اسود، بس بدي بني غامق. بعدين هرجع للون البني المحمر اللي اول واحد استخدمناه، احطه تحت. اجي فرشاي وفيكس بلس من ماك، والجلتر راح احطه فوق اللون الذهبي اللي حطيته. تعرفوا امتى اخر مره حطيت جلتر؟ والله اني ما بتذكر. جايز، هذا الجلتر مش من ماك، من H&M. اوكي هلا تذكرت، بس نسيت اسمه. هرجع اخذ اللون البني الغامق واعيد فوق، بعدين حسوي حواجبي بالكيكو ماركر، وبعدين حستخدم مسكارا من اسنس. كتير حلوه هاي جايز، كتير 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 كتير، واظن معظمكم تعرفوها لانه كتير انشهرت، بس كتير حلوه وانشليت شهرت لانه حاها 15 درهم. واجين راح احط رموش، انا مش جايه بالي فيو. جايز كتير وجع. جايز انا the clumsiest person you'll ever meet. اوكي رجعنا، حطيت مسكارا لماي لور لاشز. جايز احكولي اذا بتحبوا هيك لوكات، يعني فيه جلتر، وانا بالعاده يا اخي ما بحط ايلانر، بس اذا بدكم لوكات بالايلانر بعملكم يعني من عيوني. بما انه هذا اللوك اوكي، يعني صراحة مش عارفة شو اللون الحمرة بدي احطها. بتقدروا تحطوا اكتر من لون لانه كل الالوان بتلبق، فشو حنعمل؟ نعطيكم اوبشنز، حنحط اكتر من لون. اول لون من كيكو طبعا الهوليدي كولكشن تبعهم، هذا لونه 03 ميتاليك ليبستيك ولونه احمر. جايز والله والله اجمل ميتاليك ريد ليبستيك شفته في حياتي. شوف ما احلى اللون، ما بده يعني اشي زياده كفوي عشان يطول يطلع واضح. هيك هيك انا عم بحكي. هذا اللون الاول. اوكي ونروح للون الثاني، وهذا كمان من كيكو، لونه 04 رقم 04، وهذا من ليب مي لوتس كولكشن، لونه مارون. الكولكشن هذا ليب مي لوتس اللي نزلوه جديد كيكو، جايز يعني كل الالوان بتجنن، كلها بتجنن جنن. وهذا اللون الثاني. اوكي هاي ثالث حمرة، كثير غامق بس اي لاف لاف ذيس كولرز. وهذا رقم 06 من ليب مي لوتس كمان كيكو، يعني هاد للبنات اللي بحبوا الالوان الغامقة. وهذا اللون الثالث. ولاخر ليب طبعا لازم نود، هستخدم هذا اللون من Wet n Wild. جايز هاي البراند كتير حلوه، I think it's drugstore، بلاقيها انا في Virgin Mega Stores عندنا، واسم اللون Sandstorm. اوكي جايز بتمنى انه عجبكم هذا الفيديو، وبتمنى انه عجبتكم هاي اللوك، واذا عجبتكم بليز احكوا لي تحت بالكومنت بوكس، واذا عندكم اي اقتراحات للوكات هيك اعملها بليز كمان اقترحوا لي على الكومنت بالكومنت بوكس تحت. و don't forget to share, comment, like and subscribe. I love you guys so much so much. Bye. Dum 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 d